Comment ça va? حرب اكتوبر عندنا حرب وعندنا شيء الاثنين موجودين في وسط ملعب فريق
ولا سيف 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 وشايف بقى يعني هل في تبديل؟
كده فيه. عبد الله الصفدي يمتلك قدم من امانه قويه جدا وشفناها في اكثر من كوره قبل كده، يعني سدد على طول على المرمى. علي عبد الله لعب رقم 10 بقى في التشكيل الشوط الاول. طبعا طبعا الحارس سويه. ادي عبد الله الصفدي، هنشوف عرضيه ولا نشوف تسديد؟ هنشوف القرار وهنشوف يعني فكر المدير الفني لفريق دارفورد نفذ ازاي. صفدي والتركيز، وايضا شايفين المنطقه الدفاعيه والمراقبه اللصيقه. وادي الصفدي سدد الصفدي، ولكن بجوار القائم الايسر تمر الى خارج الملعب والى ركله المرمى ببساطه. وولفز ولا عشري هنا بالعشرة عند الكره في الشمال عند الله سدد اماميه باتجاه جد الله، لكن المرامي اللي بقى يشيل ويطلع عمر عبد المنعم اماميه من عمر. حلو قوي عبد الله، عبد الله عبد الله اخذ الكوره واتكل على نص، ولكن المرامي شكله بقى يشيل ويطلع شكله وعشرة. بقول لك ايه؟ بس يعني الكابتن خالد عبد الفتاح بيعتمد عليهم في شكل على في بلد ايضا بيتقدموا في الكرات الركنيه احيانا للمشاركه بقى في الكرات الفضائيه وضربات الراس. بلعب الشمال السريع حلو قوي هنا من دلوقتي. عاوز يعدي حطها هات وخد حلو قوي لسه الكوره، ولكن المره دي بقى عن طريق الدفاع ولا عشري اتكلم معاهم في تشكيل دارك هورس. وقطع الكره اللي فاتت عمر عبد المنعم ينزل على السطح ما يجيبش الكره. عرضيه خطر ولكن تمر بامان وسلام الى حارس الدور حارس الدور حارس الدور. ادي رقبه المرمى عشري اكتر من طريق يخلي الاعلان يعني لاعب مدافع هو اللي بيقوم بالتخصص لعب رقبه المرمى. سلام هنا في وسط الملعب لفريق هولز مره ثانيه موجوده واشتراك كده والحياه ومفيش مساحه وراء تحس ان هي مخنوقه وراء مخنوقه كلهم بتقول مفيش مساحه مفيش نفس تحس ان من كتر السحب اللي موجوده في ارضيه الملعب وعدد المساحات اللي عاملها الدفاع عن طريق مغربي او اللاعب عنيش.
في نص الملعب الانطلاقه يوسف طرف الشمال اتجاه ياسين جابر ادي ياسين عدى وحطها لعبد الله كلام عن عبد الله تروح هناك في اقصى زاويه الشمال ولكن بقى سهل عن اللاعب ادي وصل يابا يا ابن باص يا اخي بقى اللاعب بلال لكن مقطوع عمر حد منع عدى مره ثانيه في اليمين اتجاه عبد الله الصفتي هذا عبد الله حلوه المهاره حلوه يعني المرور اللي عدى بيه عبد الله يعني كده عبد الله ما خدهاش وانتقل معاه ولا يا ابن الاطلع يلا يا كريم يلا يا كريم عبد الله حافظ ولا يا ابن الاطلع كورنر كورنر ايوه باب المغرب بلال ركله ركله هنشوف رأسية كريم سكارفا في هذه اللحظة عينك على ده عينك على ده في لحظة لقاء جول واللي بيعتمد عليه بشكل كبير كابتن خالد عبد الفتاح الحديث عن واحد اللعيبة زي مونياسا والورقة الرابعة في التشكيل عندنا مجلس الأمن، 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 عندنا مجلس ال
النتيجه السلبيه. ولا ولا هي تعتبر ولا 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 الجمال على ارضيه الملعب هي الاهداف، الاهداف هي متعه كره القدم، الاهداف هي رمز كره القدم. اهداف بقى يعني نتمناها ان تكون موجوده في احداث الشوط. شوط اول يعني بنفس التشكيل وبنفس الاسماء، شوط اول بقياده الحكام بقى الموجود في ارضيه الملعب كابتن مصطفى عثمان، وادي خلينا مع الفرصه والهجمه هناك باتجاه حسن دولي. ولكن الدفاع بيشيل وطاير، اداره تنظيميه عاليه النهارده داخل ارضيه الملعب وبالمناسبه شرفنا ونورنا كابتن سمير محمود عثمان في يعني المدرجات، واحد بقى من اساطير التحكيم المصري اللي بيشرفنا النهارده في ملعب المباراه. هذا على طول رميه التماس لصالح فريق وولفز. الشوط الثاني هو شوط الحسم، هو شوط يعني حسم الجدال وشوط الفوز. هل يعني احد من الفرقتين يسجل دون اللجوء بقى الى شوف هل وقت اضافي ولا ركلات جزاء ترجيحيه؟ هنشوفه الجامع. هذا على طول رميه التماس حتى على طول في الجدال، لكن عدم توفر مساحات. هذه العرضيه داخل المنطقه ولكن المره دي بقى مغربي، مغربي يشيل ويطلع وتعود في وسط الملعب عند حسن سليم، تروح مره ثانيه هناك باتجاه اللاعب رقم 17 في رايه وفي تسلل موجود هنا من المساعد اللاعب الاول. طب والله نص ملعب مساعد الطوارئ مصطفى. كره اماميه المره دي من اللاعب عشري باتجاه الهجوم عن طريق عمر عبد المنعم، ولكن الدفاع شروي طلع لسه الفرصه موجوده على حدود منطقه الجزاء. حطت حلوه قوي في الجزاء. هذه هنا بقى المساحه، هذه هنا الفرصه يعني انك تطلع عرضيه بدون ضغط، هذه الفرصه والانطلاقه والعرضيه، ولكن الدفاع الدفاع المره دي ايضا يشيل ويطلع وفي دفعه وفي قرار من كابتن مصطفى عثمان وجود باول وخطا موجود لصالح فريق هارف شاذلي، هارف كريم اسكندر اللاعب رقم 12 في منطقه نص الملعب، حط هناك في الشمال ولكن عايشين ويطلع على حاجتين محاولات عبد الله الى الدور القادم.
Shit!
مصطفى. مصطفى المساعد الثاني. عندنا ايضا اسماعيل علي المساعد الاول. والحقيقه بقى لازم نروح للشغل بقى للكابتن محمود خير الله. النهارده بقى بيحتفل في واحد هم من اهم حتى في اللقاء الا وهي الاستقبال على سلامه اللاعبين.
المقام الأول، يأتي في المقام الأول. سلامات. ياسين حسن ركز المرمى، الكرة الأمامية باتجاه عبد الله التحية يا دول اتجاه عبد الله مشدة مع اللاعب ياسين جابر تعود في اليمين على الجبلان Thank you.
حضرتك يا خالد فريق ورش مع عايز اللي قطرت ومع عايز اللي حصل سلطان كان الشوط الثاني كويس.